بهالأوضاع بدأت الشركة الدولية للمعلومات من فترة بنشر سلسلة أرقام حول أعداد الناخبين بالدوائر الانتخابية بحسب الانتماء الطائفي، وهالأرقام أظهرت تراجع بأعداد الناخبين المسيحيين وازدياد طبعا بأعداد المسلمين. بنشوف ملخص وبنرجع. بحسب الشركة الدولية للمعلومات ارتفع عدد الناخبين في لبنان 13% مقارنة مع آخر دورة انتخابية جرت قبل 9 سنوات في العام 2009. في التقسيم الطائفي لعدد الناخبين جاءت الزيادة بنسبة 19% لدى المسلمين و 3% لدى المسيحيين، لتصبح بذلك نسبة الناخبين المسلمين في الانتخابات المقبلة 64% مقابل 36% للمسيحيين. في الدوائر الانتخابية جاءت الأرقام على الشكل التالي: في دائرة بيروت الأولى زاد عدد الناخبين المسلمين 20% وتراجع عدد الناخبين المسيحيين 3%. في دائرة بيروت الثانية ارتفع عدد الناخبين المسلمين 15% وتراجع عدد الناخبين المسيحيين 12%. في كسروان وجبيل ارتفع عدد الناخبين المسلمين 26% مقابل 2% للمسيحيين. في المتن ارتفع عدد الناخبين المسلمين 28% والمسيحيين 4%. في بعبدة ارتفع عدد الناخبين المسلمين 16% والمسيحيين 2%. في الشوف وعلي ارتفع عدد الناخبين المسلمين 11% والمسيحيين 4%. في دائرة صيدا وجزين ارتفع عدد الناخبين المسلمين 17% والمسيحيين 4%. في دائرة الزهراني وصور زاد عدد الناخبين المسلمين 22% والمسيحيين 6%. في دائرة النبطية ومرج عيون وحصبية وبنت جبيل زيادة 18% للمسلمين و 5% للمسيحيين. في دائرة البقاع الأولى زحلة ارتفع عدد المسلمين 16% في مقابل 4% للمسيحيين. في دائرة البقاع الغربي راشية زاد عدد المسلمين 19% والمسيحيين 2%. في دائرة بعلبك الهرمل ارتفع عدد المسلمين 22% والمسيحيين 10%. في دائرة عكار ارتفاع 30% للمسلمين و 7% للمسيحيين. في دائرة طرابلس المنيا الضمنية ارتفع عدد المسلمين 24% مقابل تراجع 0.2% للمسيحيين. في دائرة بشر الكورة البترون صغرتا ارتفع عدد الناخبين المسلمين 21% والمسيحيين 3%.